summer. The space line for Earth is open. With our first scientific research mission, followed by our first private astronaut mission. If you ever dreamed of exploring beyond, welcome to the new space age. Virgin Galactic. Space for the curious. كل ابتكار يبدأ بالعلم وبعدها يدخل في المجال التجاري. نظام الملاحة مثلاً بدأ كاختراع يفيد العلوم العسكرية وأصبح اليوم إضافة في هواتفنا وسياراتنا أيضاً. وكذلك فكرة السفر إلى الفضاء بدأت لدراسة علم الفلك والطقس والكيمياء والفيزياء، وها هي تتحول تدريجياً إلى تجارة مربحة لبائعها، وأيضاً لمغامرة باهظة الثمن تتمثل في سياحة الفضاء لمشتريها. الفكرة التي تسبق عليها رجال أعمال بارزون مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك تطبقها شركة فيرجن جالاكتيك نهاية الشهر الجاري، بحيث ستقوم بأول رحلة تجارية لها بعنوان جالاكتيك 1 وعلى متنها 6 أفراد. مع أنها مشاهدين رحلة تجارية، إلا أن الركاب ذاهبون في مهمة بحثية، ومن ضمنهم أفراد في المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا. طبعاً هذه ليست الرحلة الأولى من نوعها، فكانت الشركة قد أكملت رحلتها التجريبية بنجاح في شهر مايو الماضي على بعد أكثر من 50 ميلاً فوق سطح الأرض. كما أنها لن تكون الرحلة الأخيرة، فتخطط الشركة لإطلاق رحلة فضائية تجارية ثانية في أوائل أغسطس المقبل، وستسير بعدها رحلات شهرية. عمالقة شركة الفضاء الخاصة بمن فيهم فيرجن جالاكتيك لريتشارد برانسون وسبيكس اكس لإيلون ماسك وأيضا بلو أوريجين لجيف بيزوس تسابقوا إلى الفضاء في السنوات الماضية، وذلك لرغبة كل منهم في ريادة مجال سياحة الفضاء التي تصل الدفعة الأولى لتذكرتها إلى $450,000 للشخص الواحد فقط. سنسمع المزيد عن هذا السباق من ضيفنا، ولكن قبل هذا دعونا نقرأ بعض التعليقات التي وردت على هذا الموضوع. نبدأ من أسامة الذي قال: الموضوع مش سياحة فضاء بقدر ما هو سياحة علمية. في دول كثيرة لا تستطيع أن تضم باحثيها إلى ناسا ولا تقدر على تكاليف المكوكات الفضائية، ولكن بإمكانها أن تدفع $500,000 مقابل إرسال باحث علمي إلى الفضاء لدراسة كافة المجالات. محمود رد على هذه التغريدة وكتب في تغريدة أخرى: في البداية ستكون الأولوية لمن يذهبون في سياحة علمية، ولكن بعدما يصبح الموضوع أكثر شيوعاً سيتحول إلى تجارة بحتة فقط، وشركات لن تهتم لو كان المسافر أمي طالما معه ثمن التذكرة اللي سيرتفع تلقائياً بإقبال المزيد من المسافرين. زياد أيضاً كتب ساخراً وقال: المسكين إيلون ماسك حاول زراعة شريحة في أدمغة البشر وفشل، والآن في شركات سبقته. حاول يحتكر في سوق منصات التواصل فاشترى تويتر وفشل في شركات أيضا سبقته. وحاول يعمل سياحة فضائية ولكن فشل وفي شركات سبقته. فؤاد أخيرا كتب متسائلا: سياحة الفضاء لا تأثير لها على المناخ والاحتباس الحراري؟ يوجد ملايين المليارديرات في العالم القادرين على دفع $500,000 في التذكرة، مما سيزيد من كمية هذه الرحلات بشكل كارثي. سنعرف تفاصيل أكثر من ضيفنا من بيروت، رئيس تحرير مجلة علم وعالم وعالم، مجدي سعد. أهلا وسهلا بك سيد مجدي. إذن مع تسارع التسابق على الرحلات الفضائية للمدنيين، بداية ما هي تفاصيل هذه الرحلة السياحية الفضائية التجارية والتي هي الأولى أعلنت عنها شركة فيرجن جالاكتيك، وماذا ستتضمن؟ بداية لقد تأخر كثيرا ريتشارد برانسون، يعني شركة فيرجن جالاكتيك، وسبب التأخير هو الحادث المأساوي الذي تعرضت له إحدى هذه الطائرات الصاروخية عام 2014، والتي أدت إلى مقتل مساعد الطيار وإصابة الطيار بجروح يعني كبيرة. نعم.
تأخر، وجاء أيضا موضوع الكورونا ساهم في تأخير هذا الموضوع، لكن بسبب المنافسة من شركة بلو أوريجين جيف بيزوس وسبيس إكس والتأخير الذي عانت منه فيرجين جالاكتيك، اضطر أن يصعد شخصيا يعني العام 2021 ريتشارد برانسون ووضع حياته في الخطر كي يطمئن الزبائن الذين قد يشتروا من شركته تذاكر لرحلاته الفضائية، وقد نجح. يعني يوجد الآن 800 شخص وضعوا دفعوا حوالي 450 ألف دولار وحجزوا أماكنهم للصعود إلى الفضاء. هذه الرحلة يعني نستطيع أن نسميها رحلة ما تحت مدارية، يعني ما تحت 100 كيلومتر ارتفاع فوق سطح الأرض، يتشارك بهذا الارتفاع شركة بلو أوريجين، يعني أرسلوا مركبات إلى هذا الارتفاع. لا نستطيع أن نسميها سياحة فضائية مدارية، لأنها يعني حتى نصل إلى مدارات عليا يجب أن نفعل كالذي فعلته سبيس إكس عبر إرسال مركبة دراغون لارتفاع 400 كيلومتر، حتى أنهم سيرسلون أول سائح فضائي دينيس تيتو الذي ذهب إلى الفضاء إلى المحط يعني إلى الفضاء في العام من حوالي 21 سنة، سيعود الآن لكي يدور حول القمر بمهمة ستكلف ربما أكثر من 50 مليون دولار، لكن الشركة المنفذة لذلك هي شركة سبيس إكس. أما ريتشارد برانسون فطموحاته محدودة، سيبقى برحلاته التحت مدارية، وستكون يعني ليست بسعر عالي للناس، يعني هي سوق شعبي إذا أردت. طيب هذه الرحلات سيد مجدي، يعني ماذا عن التهديد والخطورة لها؟ ما هي المخاطر المحتملة والتي يمكن أن تواجهها رحلات السياحة الفضائية؟ دائما هناك مخاطر، يعني حتى شركة كما ذكرت العام 2014 الحادث المأساوي، وعام 2007 أيضا انفجر محرك وأدى إلى مقتل 3 من الشركة نفس الشركة. إذن المخاطر موجودة، لكن ما سيغري العالم هو التسويق الذي يقومون به. يعني قلت لك شخصيا ذهب ريتشارد برانسون وهو أول شخص يؤسس شركة فضائية ويصعد بإحدى الطائرات إلى الفضاء. يبقى الموضوع يعني ماذا ستستطيع أن تراكم هذه الشركة من طمأنينة خلال الشهور المقبلة؟ يبقى الخوف موجود، لكن هناك نزعة عند الكثيرين يعني للمغامرة والاستكشاف الفضاء. أعتقد هذا الموضوع لن يحد من عمل الشركة. الذي سيحد من عمل الشركة هو بروز منافسين آخرين. طيب مع تزايد هذه المنافسة أكثر بين أثرياء العالم حول استكشاف الفضاء، هل يمكن القول اليوم أننا دخلنا بعصر سياحة الفضاء بشكل رسمي؟ يعني أذكر أنني أعطيت مقابلة عام 2012 تحدثت فيها عن الفنادق الفضائية وشركة بيجلو إيروسبيس، سمعنا كثيرا وقتها وكان هناك استعداد كثير عند الناس للبدء تقبل هذه الفكرة، لكن حدث التأخير. أنت اليوم في العام 2023، نستطيع أن نقول بدأ عصر السياحة الفضائية لكن بخجل، قياسا للذي سمعناه قبل. بدأوا لكن بخجل.